نسمع. كان هذا الجزء الأول لناس نسمع الهيئات الدستورية وموضوع الهيئات الدستورية. في الجزء الثاني نمر إلى تقرير الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية اللي أصدرته بعنوان التقييم الوطني للمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نبدأ بالقطاع الأول اللي رصدوا تقرير الهيئة، قطاع العقاري والعقارات في تقرير هذايا، ثم نرجع نستقبل ضيوف الجزء الثاني. حذرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية من الخطورة العالية اللي مثلها القطاع العقاري في تونس في مجال غسيل الأموال، مشيرة إلى أنه تمت في تونس معاينة اقتناء عقارات في إطار دمج لأموال مشبوهة. وعزت اللجنة المخاطر العالية للقطاع في مجال غسيل الأموال إلى عدم وعي الوكلاء عند تحرير العقود بالواجبات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وغياب سلطة رقابية وانعدام التصاريح بالشبهة وأهمية استعمال النقد خاصة لفائدة الحرفاء الليبيين، مما يتطلب النفيذ إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الفعلي من الشراء والتأكد من هوية الحرفاء، إلى جانب تكثيف الرقابة والتنسيق مع مهني القطاع. وتسمح الاتفاقيات الثنائية مع المغرب والجزائر وليبيا بشراء عقارات تونسية دون الحصول على رخصة الوالي. وأشارت اللجنة إن ارتفاع أسعار مواد البناء وظهور فئة جديدة من الحرفاء الأجانب وأساسا الليبيين ذو الموارد المالية الوفيرة رفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 13.5% سنويا. وحذرت من أن المسار التصاعدي للأسعار قد يساهم في تركيز ثقافة اقتصادية قائمة على التزايد السريع للأسعار، وقد تفضي حالة المضاربة إلى انخفاض فجئي في الأسعار، مما يلحق أضرار اقتصادية واجتماعية بالبلاد، خاصة وأن القطاع يساهم بنسبة 6.6% من الناتج الإجمالي للدولة. وشهد مؤشر أسعار العقارات في تونس نسق تصاعدي سواء للمساكن الجديدة أو العقارات السكنية القائمة أو الأراضي، وبلغت الزيادة السنوية 6% ما بين 2011 و2015. وتعمل في القطاع العقاري في تونس 29422 شركة بلغ حجم معاملاتها 5.175 مليار دينار، وتتوفر لديها 100,000 وحدة سكنية شاغرة حسب اللجنة. هذا هو إذن في جزءنا الثاني من نسمة نهار اليوم، نحكي على تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية بعنوان التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. نحكي على القطاع العقاري ونحكي أيضا على خدمة تكوين الأموال والتأمين على الوفاة، موضوع نرجع عليه بالتحليل والنقاش مع ضيوف الجزء الثاني، كل من وسيم خروف عن هيئة الخبراء المحاسبين، مرحبا بك. بك عايشك. مرحبا بك. وأيضا معز الجودي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة، مساء الورد. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اذا نبدا معاك وسيم خروف، نحكيوا على نبداو بالقطاع العقاري، خاطر عندنا دو فولي شفناهم مهمين برشا في التقرير هذايا، المخاطر اللي مثلها غيالمون القطاع هذايا، القطاع العقاري في مجال غسيل الاموال. شكرا. هو حسب التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، يعني القطاع العقاري يمثل مخاطر من نسبة مرتفعة، وهذا يعود أنه أولا اللي ما فيش جهاز رقابة في القطاع العقاري، واللي يخلي اللي أنه يعني الأشخاص اللي تحب تقوم تبييض الأموال وتحب تشري تقوم معاملات مشبوهة تتجه أولا إلى العقارات باش تشري عقارات من عند معناها الباحثين العقاريين، ولا وإلا شراء عقارات من عند الأشخاص ذوات الطبيعية. ويمثل هذا وسيلة اليوم هما باش يضفيوا صبغة شرعية للأموال اللي تحصلوا عليها بطريقة غير شرعية. شنو هو مبرر نشر هذا التقرير في هذا الظرف بالذات؟ هو سؤال وجيه إن شاء الله. هو يعني صار التغييرات في المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولهذا تونس يعني بما أنها معناها موقعة على هذا المعايير الدولية كانت عليها أن تقوم بمراجعة جديدة لكافة الأنظمة متاعها في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ولهذا هذاك علاش صار التقييم هذا، واللي هو معناه قعد مدة طويلة لأنه معناه من 2014 وما
يعني قاموا يخدموا عليه، وقام معنا حسب حسب كافة المعطيات يعني مجهود فيه كبير لتحليل كافة هذه الوضعية. نمشي معاك معز الجودي، خلينا نبسطوا المسائل للسادة المشاهدين. هوني نحكي على غسيل أموال وقطاع عقاري معني بهذا الأمر، ونعرف القيمة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني لهذا القطاع، ونعرف اللي يعني مؤشر ارتفاع أسعار العقارات على اقتصاد البلاد، خاصة أنه قطاع يساهم بنسبة 6.6% من الناتج الإجمالي للدولة. تداعيات مثل هذه الأخطار على الاقتصاد الوطني واضح. هو رأوا في العالم، معناتها في أي بلاد في العالم فما مشاكل متاع تبييض أموال ومتاع غسيل أموال، معناتها فما برشا فلوس، سمعنا الكلمة مسخة في العالم، خاطر فما كما يقولوا ترافيك متاع دروغ، فما أكل حروب لترافيك دارم، الأمور هذيك الكل هذيك تجيب معناتها فلوس مسخة لازم تغسل في بلدان. هذيك علاش كل بلاد في العالم باش تقوم عملية وقاية éventuellement ou une prévention تبدا عندها هياكل اللي هي عندها معايير تخدم بها حسب معايير دوليه وحسب معايير وطنيه باش تنجم تحافظ على البلاد نتاعها وتحافظ على السياده الوطنيه نتاعها وما تخليش الفلوس المسخه تدخل لها. الهيكل هذا في تونس معناتها globalement هو البنك المركزي، هذا هو دوره من ادوار الاساسيه نتاعو، ومعناتها الهيئه هذه تابعه البنك المركزي ايفونتوالمون تحت اشراف البنك المركزي، عندها لوتونومي نتاع النشاط نتاعها بلوز او موان، لكن تابعه البنك المركزي الكتاف هذا السونتر تونيزيا. لكن معز الواقع يقول انه تونس قبل 2011 ما كانتش حريصه جدا على معرفه مصدر الاموال اللي تدخل لها، وبعد الثورة ما تحسنتش الأمور إلا في السنوات الأخرى معناها وتحت ضغط دولي. هو راهو يعني أنه البنك المركزي ما إما ما كانش يخدم على روحه، ولا كان يعمل في عين شافت وعين ما شافتش، وإلا كان ياخذ في مواقف اما ما يتمش الاعلان عليه. في التقرير اللي شفناه معناتها وفي الشيء اللي قاعدين نقراو فيه في الوقت الحالي انه فما ديفيونس كبيره راهو موجوده، فهمتوا هذا التقرير يدل على هذا. مثلا لي سوبرفيزور، الناس اللي تراقب دخول وخروج الاموال ماهمش قاعدين يقوموا بخدمتهم كما يلزم، هذا مش انا قلته ولا اقول فيه، هذا التقرير يقول فيه. ياخذوا هما مجموعه من المعايير، مثلا فما الكريتير دو لا كونفورميتي، معناتها انك تكون متوافق مع المعايير الدوليه. في الكريتير نتاع الكونفورميتي بعاد اوني بلو معناتها اسي كونفورم بارابور اللي يقول لك لازم تعملوا. فما كريتير اخر، معيار اخر مهم توا لو ياخذوه بعين الاعتبار، ما كانش ياخذوه بعين الاعتبار، ما يعبر عنه بالكريتير دو ليفيكاسيتي، معناتها معيار النجاعه. معيار النجاعه بعاد ياسر، يا ترقاها فما فابل ولا مديري. اش معناتها؟ معناتها انت عندك ديسبوزيتيف، عندك مجموعه من القواعد ومجموعه من الاليات اللي هما ما يصلحوا لحد شيء، واللي هما ماهمش قاعدين يعملوا لك في الوقايه اللازمه. شي يحب يقول هذا؟ يحب يقول انه فما عمليات نتاع غسيل الاموال قاعده تصير، فما فلوس مسخه قاعد تمشي للارهاب وتمشي معناتها الامور وتمويلات غير قانونيه، والديسبوزيتيف اللي مجعول باش يعس ويراقب على هالامور هذيا ماهوش قاعد يخدم بطريقه طبيعيه. نزيدك اكثر من هكا، جينا نشوفوا نلقاو انه تونس معناتها ما كانتش عندها ما يعبر عنه بخارطه المخاطر، معناتها كارتوغرافي دي ريسك، كل بلاد عندها خارطه فيها المخاطر اللي البلاد هذيك مهده بها. اللي وقتاش عملوها الكارتوغرافي دي ريسك ريسامون في عن طريق ليفالواسيون هذه الاخرانيه اللي عملوها، وقتها عملوا الخارطه نتاع المخاطر. اش معناتها هذا؟ معناتها كنا اون نافيغاسيون افي، كيما البابور يخرج في البحر ما يعرفش على روحه يبدا تايه فين يمشي. دونك اليوم نحن التهديدات اللي صاروا لنا، بلاد معناتها تعدت بثوره، بعد فما ضعف نتاع الدوله والتيروريزم اللي هددنا وكل شيء، والاليات اللي نخدموا بهم اليات باليه نوعا ما، وفي نفس الوقت ماناش قاعدين نطوروا معناتها في لي بروسيدور، وزيد على هذايا السوبرفيزيون معناتها اللي نحكيو عليها الرقابه ماهيش قاعده تخدم بطريقه طبيعيه. نزيدك نقطه نكمل بها، معناتها نفس الشيء زاد كنا نفسروا في النقطه هذه مع بعضنا، انه معناتها اليوم حتى لا كارتوغرافي اللي قلت عملوها ريسامون معناتها الخارطه نتاع المخاطر هذه اللي با ديكليني ماهيش موجوده في قطاعات معناتها ماليه واقتصاديه، في قطاع مثلا الاسيورونس، في قطاع التامين، قطاع القطاعات اخرى مثلا الميتي دو شيفر،
هذوما ما في بالهمش بالمخاطر اللي موجودة في البلاد. نزيدك نقطة أخرى مهمة، الهيكل هذا هو بيدو الكتاف، معناتها عنده دور مهم للغاية، لكن بقداش يخدم من عبد الكتاف سفيان؟ بأربع عباد، إمكانيات محدودة. معناتها في هيكل فعال وهيكل فعال سيبوزي فعال وهيكل معناتها سنسيبل كيما هذا. بون المؤشر باش نكون موضوعي زاد نعطي الحاجات الايجابيه، المؤشر توا اللي ولا ايجابي انه الكتاف ولات معناتها دو بلوز اون بلوز سيزي، معناتها ولاو يمشيو لها ويشكيو لها، خاطر هي الكتاف معناتها الرياجي يبعثوا لها شكايات ويبعثوا لها معناتها دي سوبسون، يقول لك مثلا بانكا والله فما فلوس دخلت لي ما نعرفش عليها فين ماشي الفلوس هذيك ولا منين جايه. داكور دونك تمشي البنك هذه الكتاف، دونك الكتاف ولات معناتها مقصوده اكثر من قبل. اما لي كونكلوزيون هذه فيما يتعلق علق القطاع العقاري معناها اللي هو قطاع كبير في تونس ويعيش في مشاكل كبيره وكذا، معناها شنو تاثير هذا على القطاع العقاري في تونس، معناها الباحثين العقاريين وغيرهم اللي اكيد انه فيهم ناس كي سون باتري روغاردون على الاجراءات واحترام الاجراءات، لكن فيهم عباد زاد يحترموا القانون وينجم يضرهم برشا يتعبهم الواحد هذا. باش نخليكم تجاوبوا على سؤال سفيان بن حميده، لكن بعد موجز لاهم الاخبار. نسمة لايف صوت الجهاد. عندي ثلاثة صغار يقراو وراجل نهار يخدم عشان ما يخدمش، طالبة منكم باش تعاونوني. أنا تو مشكلتي هذه ميت الوحيد نعمل حانوت تاع خبز متاع حلو متاع مقروض، المهم نخدم ولدي. نسمة رجعنا لكم واصلين مع تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومدى تأثير المخاطر الموجودة في القطاع العقاري وارتباطها بمخاطر غسيل وتبييض الأموال. نرجع لك وسيم خروف، كان طرح عليك سؤال سفيان بن حميدة منذ قليل قبل الأخبار، خليك تجاوب عليه. وفي نفس الوقت زاد ماذا بينا تفسر لنا تبييض الأموال، يعني احنا في مربوط بالإرهاب والتهريب والكونترا، يظهر لي ثم أشكال أخرى أيضا لغسيل وتبييض الأموال مش هذا فقط. صحيح، يمكن نبدأ نجاوب على السؤال الثاني متاعك. تفضل. غسل الأموال هو يعني هو أي عملية تقوم بها إضفاء صبغة شرعية العملية جرمية أصلية، معناها أنت تقوم بجريمة تنجم تكون تمويل إرهاب كما تنجم تكون تهرب جبائي وإلا عمليات يعني تجارة بالمخدرات ما عندها حتى علاقة بالإرهاب، لكن أنت تحب تضفي عليها صبغة شرعية خاطر أنت يبدأ عندك يعني نقد كاش أن سيرتان مونتون، بعد تولي يلزمك تلقى له كيفاش باش تخليه، أما في حساب بنكي ولا باش تشري به أرض ولا باش تشري به يعني أبارتمون، وهذاك هو عملية غسل الأموال. دونك هي عملية غسل الأموال ديما تجي يعني بعد جريمة أصلية اللي هي تحاول باش تعطيها صبغة شرعية باش أنت كي تقول له من أين لك هذا، هو يقول لك هاو أنا عندي كيفاش جبتهم الفلوس وما جبتهمش من طرق إجرامية، فهمت؟ ولهذا معناها تم وضع العديد من الإجراءات اللي هم إجراءات يعني من ناحية القانونية، ولكن أيضا إجراءات إجرائية في القانون. طلبنا من العديد من المتدخلين في الاقتصاد باش يقوموا بالحذر ولا بالوقاية من عملية تبييض الأموال ولا غسل الأموال كما يسميها القانون. يعني مثلا بالنسبة للقطاع العقاري اللي توا معناها هو تفضل السؤال به، نطلب من الباحثين العقاريين أنهم يثبتوا من مصادر أموال يعني الحرفاء اللي يجيهم، معنى بلغة أخرى خاطر مش تونس فقط، يظهر لي ثم حتى أجانب وليبيين، خاصة الأخوة الليبيين يقبلوا على هذا. صحيح، وهم وخاصة ما فماش يعني قيود الآن إجرائية ولا باش هما يتملكوا ولا يملكوا ديزابارتمون في تونس. يظهر لي مش في كل الحالات يتم نفذ المعلومات الخاصة بهم والمعطيات الشخصية حولهم وهذا الكل. معنى هو الإشكالية الأولى أنه يعني الكلفة نتاع التحصل على هذه المعلومة، يعني أنت باعث عقاري هو إذا باش يقوم عملية بحث في هوية الحريف نتاعه أولا فيها كلفة،
ثانيا مش ممكن يعرف النتيجه نتاعه، ثالثا ينجم يضيع على روحه عمليه البيع اذا يقول له. ولهذا هذاك علاش نشوفوا اللي في القطاع هذا اللي ما فيه حتى سلطه رقابيه، يعني تكاثروا فيه عمليات ولا شبهات غسل الاموال في القطاع هذا، على خاطر انت معناها يجيك حريف ماكش باش تقوم وقتها، ولا ما عندكش لي مويا، ولا ما عندكش لا فولونتي باش تقوم تثبت هذا الحريف هذا منين مصدر الفلوس اللي جاهم باش يشري. ولو انه تجيك انسان عنده يعني ما عندناش اطار تشريعي لهذا، لا الاطار التشريعي اطار قانون غسل الاموال يجبره باش يقوم بهذا التفقد، لكن يمكن ما عندوش هو لي مويان باش ينجم يقوم بهم. هذه الحاجه الاولى. ثانيا لا فولونتي، على خاطر يعني الريسك ولا المخطر نتاع انه يقبل ولا يرفض العمليه التجاريه هذه يعني اقل بياسر من انه يقوم بعمليه التثبت وما فماش محاسبته من بعد، فهمت؟ ولكن واضح انه كي انسان يجيك معناها بلغه كي بلغتنا احنا نقولوا بقفة فلوس باش يشري ابارتمون، يعني واضح لانه معناها المصادر التمويل نتاعها معناها ما تكونش واضحه. معز جودي، ثم خبراء يقول لك احنا نحكيوا على تطوير التشريعات او مراجعتها، يقول لك ينجم يتم على مستويين. Tout d'abord, il faut moderniser le secteur ou نقصوا من التراخيص باش نحدوا من الفخود هذايا، ومن ناحيه ثانيه يمكن اللجوء للحجه العادله او لاكت ما يعرف باللاكت اوتنتيك باش ما نخليوش اليوم العقد نعرفوا يتكتب بخط اليد وما يمرش عبر عدول اجهاد، وتنجم يخلي الباب محلول للتدليس وللفخود من نوع هذا. الاليات موجوده راه والحلول موجوده، معناتها ما فما حتى اشكال هنا، نجموا نطوروا المنظومه، نجموا نرقاو الحلول معناتها الحلول، لكن الاشكال كما قال وسيم وانا موافق هذا في الرغبه لا فولونتي، معناتها اسكو ناس لي زانترفونون لي بارتي برونونت الاطراف المتداخله قابله العمليه هذه. هذه يلزم نلقاو عند الاول، لانه المشكله حسب رايي المشكله ماهيش في الدوله والاجهزه الرقابيه كهو وان كانت مسؤوليه اساسيه، ماهيش في الشركات البنكيه مؤسسات الماليه، ماهيش في شركات الاستثمار العقاري. المشكلة حتى لدى المواطنين، معناها أنه عندنا سهولة في التعامل خارج إطار القانون والفلوس، معناها مسألة متاع ثقافة وعقلية. دونك هنا الاشكال زاد كيما قال تواسيم يحكي على شكاير الفلوس، موجوده راهي شكاير الفلوس، ماهيش حلم ولا معناتها اون رومور ولا اشاعه. اليوم فما عقارات يتباع ويجيب شكاره الفلوس نتاعو، فهمتني، ياخذ العقار ولا لافونس يجيبها سو فورم نتاع شكاره نتاع فلوس والباقي بشيك وزيد سويت. الاشكال القائم سيكو زاد من الجهه الاخرى اللي يبيع ينجم يطلب زاد بارتي من الفلوس نتاع البيعه نتاعو بالاسبيس، خاطر هو بدو زاد يحب يتهرب جي بي اين، خاطر كان باش يدخلهم اون بوني دو فورم، فهمتي، شيك ولا فيرمون ولا حاجه، معناتها فما تراسابيليتي لازم يدفع عليهم لامبو. دونك من الشيره الاخرى زاد من الطرف الاخر ينجم زاد هو يكون موجود في اللعبه هذه، معناتها فما معناتها تبييض الاموال من شيره، وفما اللي قاعد يحب يتهرب جي بي اين من شيره اخرى. لكن هنا نحب نكمل في نقطه مهمه للغايه، هنا راهي الامور كبرت في تونس، معناتها الحكايه ما عادش بعض الظواهر، معناتها ولات امور مأطرة بطريقه غير قانونيه بيان سور، وامور قاعده تضر في الاقتصاد وقاعده تلعب بالسمعه نتاع بلادنا وقاعده تهرب في المستثمرين وقاعده تلعب بمناخ الاعمال وقاعده تضر في التوازنات الماليه الحيويه نتاع بلادنا. معناتها اليوم باش نحب نقول لكم، خاطر جبت على حكايه الرغبه لكن اون بلو لو شوا اليوم، وانا ذاك علاش موافق سفيان، ما عادش عندنا الاختيار، لازم معناتها السلطات تكون اكثر صرامه وتفرض الامور. نشوفوا البنك المركزي، معناتها نقولوها بكل صراحه وهذا حتى في الرابور هذا يستعرضوا بيه وما بيدهم، كانوا مقصرين في 2012 و2013، معناتها اعوام او ريسك، فهمتي، بلاد طايحه وامور وما نعرفوش، ما فماش فيزيبيليتي وتيروريزم يضرب نامبورت او ومليارات داخله واقتصاد موازي وسلع وفلوس ودوفيز، معناتها والناس تتفرج. وقت اللي نحن البنك المركزي نتاعنا من اقدم البنوك المركزيه في العالم العربي، دونك نورمالمون راهو عنده الاليات اللي نجم يعس بهم. واضح. به هوني نحكيو على القطاع العقاري، لكن التقرير اللجنه ايضا تضمن خدمه تكوين الاموال والتامين على الوفاه واللي فيه مخاطر كبيره لغسيل الاموال حسب هذا التقرير الصادر عن اللجنه التونسيه للتحاليل الماليه. نشوف التقرير هذا وراجعين.
كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إنه خدمة تكوين الأموال اللي تتصل بالإدخار وخدمة التأمين على الوفاة اللي تعتمد على مبدأ توقع خطر الموت عبر تأمين أحد المقربين للحريف تنطويين على إمكانية كبيرة لاستغلالهم في غسيل الأموال في تونس اللي تتوفر على 15 مؤسسة تقدم تأمينات شاملة وخمس مؤسسات تأمين على الحياة. وبينت اللجنة في تقريرها إنه الطريقة التقليدية المستخدمة في غسيل الأموال في خدمة تكوين الأموال تتمثل في فسخ العقد قبل الفترة المحددة واسترجاع قيمة الأصول واستغلالها لشراء العقارات أو استثمارات أخرى بعيدة عن التتبعات القانونية، في حين تقوم خدمة التأمين على الوفاة على دفع رأس المال أو أقساط منتظمة للمستفيد في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة العقد، وعادة ما يكون الدفع عبر قسط واحد لمبلغ مرتفع. خدمة تكوين الأموال والتأمين على الوفاة تساهم حسب اللجنة بنسبة 18% من إجمالي سوق التأمين في تونس خلال سنة 2015، وإنه قطاع التأمين في تونس ارتبط نموه البالغ 8.4% ما بين سنتي 2011 و2015 بالتأمين على قطاع السيارات أساساً. ويرتكز سوق التأمين في تونس على شبكة هامة من الوسطاء ضم 1112 وسيط و80 مكتب سمسرة، ويوجد 88 منتج تأمين، في حين تمثل مساهمة تونس في سوق التأمين العالمية 0.02% فقط، وتبلغ مساهمته في الاندماج الاقتصادي 2%. وبالرغم من أنه مستوى التهديدات متوسط بالنسبة لمجمل القطاع في تونس، فإن اللجنة تأكد على ضرورة دراسة طرق عمل ورقم معاملات وسطاء التأمين، وتأكد أنه أهم نقاط ضعف المنظومة تكمن في محدودية العاملين بشركات التأمين وغياب برنامج دورة تفقدية وعدم فهم الشركات للحرفاء من الأشخاص السياسيين عالي المخاطر وللإجراءات اللي يجب اتباعها عند قبولهم كحرفاء. هذا هو في المجمل التقرير أو حوصلة لأبرز النقاط اللي جت في تقرير اللجنة التونسية لتحاليل المالية فيما يخص خدمة تكوين الأموال والتأمين على الوفاة. ونرجع لك وسيم مخروف، هوني كيفاش يتم استغلال الخدمتين في غسيل الأموال؟ والله التقرير هو كان يعني مفصل هي يفسر انه يعني اللي عنده اموال يحب يستثمرها ولا يستثمرها بين قوسين، يعني يحب يغسلها ولا يتم تبييضها يتوجه ينجم يتوجه لشركة التأمين على الحياة، وخاطر ان التأمين على الحياة هو بمثابة كأنه الادخار، معناها يعني هو نوع من انواع الادخار، يحط الفلوس في شركة التأمين وقبل انتهاء مدة العقد يقوم باسترجاع المبالغ نتاعه، وهذا كيمثله بالنسبة ليه يعني طريقة لإثبات هوية مصدر فلوس. معناه نهار آخر يجي شكون يقول له من أين لك هذا، يقول له أنا معناه عندي تأمين على الحياة وتم استرجاع يعني وخذيت فلوسي ها من عند أسيرانس، معناها كيف دونك هذا يعطيه صبغة شرعية للفلوس نتاعه، ومن بعد نجم يمشي يقوم يستعملها في اقتناءات أخرى ويبعد على روحه شبهة تبييض الأموال. بالطبع احنا إذا نقوم بعملية يعني استقصائية نجم نوصلولهم، لكن العملية الأولى يعني هو نجم يتخطى العقبات الأولى ولا يعني اللي تمكننا من مراقبة العملية هذوما. سفيان، يعني نجعل العملية المراقبة تكرر نفسها أيضا حتى في القطاعين هذوما. في تونس عندنا 15 مؤسسة تقدم تأمينات شاملة وخمس مؤسسات تأمين على الحياة. جوستومون نفس السؤال اللي كرر نفسه، كيفاش يتم وأهمية المراقبة في السيكتور هذا يا زيد؟ يا ميترا، ما هي في تونس توقف في قطاع التأمين في قطاع العقارات، في الحقيقة الأموال اللي يحبوا تبييضها أو غسلها أو كذا وين تمشي في المجالات اللي الرقابة فيها إما مش موجودة بقرار أو ما هيش موجودة لوجود ثغرات في القوانين متاعنا، وإلا تمشي للبلايس اللي سهل أنك تخرج من قطاع باش تمشي لقطاع آخر. معناها مثلا احنا شفنا، خلينا نحكيه ناخذ مثال، شفنا كيفاش القهاوي تبيع في الماء والسكر والقهوة، ما أبسطش من هكا. في بعض المناطق جيري لاك مثلا
وصلت أسعارها متاع الفونت كوميرس متاعها بالمليارات. بمعنى أنه تقريبا بالمنطق شو يقول أنه الانفستيسمون هذاك ني با ريكوبيرابل. اي سي دي واضح ان معناها كي تاخذ انت قهوه بخمسة مليارات اي وقتاش باش ترجعها وانت وانت تبيع في القهوه والماء والجازوز. الهدف نتاع المستثمر مش انه باش يعطيك صح يعطيك صح لانه الهدف نتاعها هو انه القهوه ذيك المحل ذاك باش يولي دخل دي ليكيديتي اخر النهار بس واحدة ان باش يدخل لي يقول منين جاك الفلوس من القهوه دونك اما القهوه جابت ريالمون وشنو بيضت حاجه اخرى. هذا الكابون كان يعمل هكا في لزاني 30 ولا سامارش توجور. بلاك فما نقطتين هنا مهمين. النقطة الأولى قد ما فما أزمة اقتصادية وقد ما نسبة نمو ضعيفة وقد ما فماش حركة اقتصادية قد التهديدات هذوما تكون موجودة. علاش؟ خاطر الشركات والفاعلين الاقتصاديين باش يدوروا شوية زيرو كما يقولوا باش يوكلوا الخدمة نتاعهم باش يخدموا شوية فهمتني يولي يقبل يغمض عينيه. بون ناخذ تو مثلا البرودوي نتاع لاسيرونس دي علاش مشاودوا هالمبيضين نتاع الاموال هذوما. اول حاجه خاطر فما سياسه عامه في البلاد اللي هي تشجع على لاسيرونس في تونس. معناتها ستان برودوي اللي فيه حوافز دي انسيتاسيون. علاش؟ خاطر هو كما قال وسيم نوع من الادخار فهمت. دونك الدوله تستحق لك الفلوس هذيك وليزاسيورونس معناتها يحولوا الفلوس هذيك الى رؤوس اموال وتمويلاتهم بعد الاقتصاد والاستثمار والسوق الماليه فهمت. دونك حاشنا بالفلوس تمشي الغادي هذاك. علاش دونك فما تشجيعات من ليزاسيورونس دايرتي قلت فما 15 مؤسسه معناتها تامين شامل وفما خمسه هو القانون تبدل انه ولاو يمكنوا المؤسسات نتاع التامين باش يخرج لاسيورونس في في شركه ابا معناتها باش ينجم تخدم خدمه واضحه وتكون عندها استراتيجيه وتكون عندها كيما يقولوا ايماج على البرودوي هذاك. دونك لاسيورونس في مشجعه وتطورت في تونس معناتها ولاو ما كانوش يعرفوها التوانسه وفما ناس يقول قضاء وقدر معناتها امور دينيه ما نحبش نعمل اسيرونس في فهمت خاطر كل شيء بالمكتوب. دونك فما معتقدات لكن فما البرودوي هذايا ولا دو بلوز اون بلو مطلوب به تبقى. دونك ردوا بالنا انه راهو فما ناس الغايه نتاعهم ماهيش كلاسيرونس في اللي يحب يعملها هذيك والبرودوي يستنفع منه والحوافز الجبائيه اللي فيه راهو فهمتي باش يدخل ويعاود يجبد الفلوس هذوك باش ينجم يبين لوريجين نتاعهم. به هنا فما نقطة أخرى مهمة تو مثلا لاسيورونس السيكتور نتاع التأمين فما هيئة رقابة راهو في لاسيورونس فما هيئة رقابة فما السي جي ا كونترول جينيرال دي اسيورونس فهمت. دونك عندهم هيئة رقابة نتاعهم تبقى شو يقول لك هما لي اسيورونس يقول لك أنا أعطيني أنا ما نجمش نقعد معناتها أنا في عود نسخر وقتي باش نطور الشركة نتاعي كوميرسيالمون ونخلق فهمتي معناتها آفاق تقول لي أنت ثبت فلان وفلتان منين جاوه الفلوس وكيفاش جابهم أنا أعطيني لي ريسك أعطيني معناتها أون ليست دو كليون دوتو éventuellement اختم خدمتك انت اون باك اوفيس معناتها اون امون عند البنك المركزي اللي كتاف هذايا اخدموا خدمتكم اعطينا اون كارتوغرافي دي ريسك قول لنا راهو ردوا بالكم الفئه نتاع العباد هذوما مشكوك فيهم كي يجيوك بالطريقه هذه راهي فيها سوبسون ما تعطيني انا ولا الريسك هذاك راهو فهمتي قاعد يتطور في تونس في الدومين هذاك ولا في السيكتور هذاك وقتها انا نولي ناخذ احتياطاتي ونجم نتفادى عمليه كما هكا. التقرير زاد ورد فيه انه سوق التامين يرتكز على 1112 وسيط 80 مكتب سمسره وهناك ايضا 88 منتج تامين وتقر ايضا اللجنه انه هناك نقاط ضعف لهذه المنظومه اهمها نحكي هوني على محدودية العاملين بشركات لكن التأمين. عموما بالنسبة لقطاع التأمين اللجنة تعتبر أنه المخاطر ما هيش كبيرة برشا في القطاع هذايا ويبدو أنه التركيز صار بالأساس على قطاع اليوم راه اكبر مخاطر الخبراء يقولوها لك سفيان في تونس هو معناتها اكثر من اكبر من تبييض الاموال هو تمويل الارهاب. تمويل الارهاب معناتها سي لو بلو غران ريسك في تونس في الوقت الحالي. تمويل الارهاب كيفاش؟ تمويل الارهاب معناتها بصفه غير قانونيه معناتها نقول لك دونك فما ارهاب بون الارهاب توا قل على قبل لكن مازالوا المخاطر نتاع الارهاب. دونك الارهاب هذاك وراه تمويل. دونك التمويل هذاك يدخل من برا يدخل
دي سيركوي باراليل، يدخل في السوق الموازيه، يدخل دي زكتيفيتي ديغيزي، يدخل في تمويل بعض الجمعيات والاحزاب. نقولوها بكل صراحه لانه التقرير اشار لهذا زاد، قال برشا جمعيات وبرشا تمويلات لهيكل سوبوزي سياسي ولا جمعياتيه، فهمتي فلوس مليارات دخلت لهم ما نعرفوش كيفاش دخلت لهم، دونك هذوك من بعد يحولوهم التمويلات فهمتي نتاع ارهاب ونتاع امور كيما هكا. دونك هذا اليوم فين لازم نحطوا اصبعنا هذاك، علاش الاحزاب السياسيه والجمعيات اليوم واجب عليهم انهم يعطيوا القوائم الماليه نتاعهم؟ راهي ماهيش مزيه، راهو حزب سياسي ولا جمعيه ماهيش مزيه باش تعطي القوائم الماليه نتاعها، واجب عليها انها تعمل الديكلاراسيون نتاعها. دونك هذا واليوم القانون واضح يقول لك مثلا جمعيه تدور اكثر من 100,000 دينار معناتها البيدجي في العام لازمها كوميسير كونت، لازمها مراقب حسابات. بالله اعطيني جمعيه اللي عندهم مراقب مراقبين حسابات في تونس؟ دونك هنا لازم تطبيق القانون باش نتفاداو معناتها مصايب كما هذا. شكرا لك معز جودي رئيس الجمعيه التونسيه للحوكمه، شكرا لك ايضا وسيم خروف عن هيئه الخبراء المحاسبين، شكرا لك سفيان، ملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. ما بقى لي كان نقول لكم تصبحوا على خير الناس الكل. نسمة لايف صوت الجهاد الليلة على نسمة قناة العائلة. الثمانية غير درج سيت كوم لبرايم نسيبتي العزيزة. الثمانية ونص خليل تونس. التسعة غير ربع مسلسل البرايم قطوس ترماد. التسعة ونص طلع تربح. العشرة غير ربع مسلسل السهرة العشرة.